على كل إلى قضية اتحاد الجزائر ونهضة بركان. مراد وردي أبدأ معك قبل ما نروح للسيد محمد بن يوبي، بعدها أفصل مع سيد عبد الرؤوف برناوي. القضية أخذت أبعاد، أخذت أكثر منها كروية وأكثر منها رياضية. النتائج رانا نستناو فيها، ولو أن يوم الأحد فيه نهائي أول ضد فريق الزمالك، معناتها راح تلعب المقابلة إلا إذا كان الكاف غدوة ترسل الفريقين وتقول لهم يا ودي استناو حتى ندرسوا القضية كما ينبغي. ولكن المؤكد اليوم أنا نظن أكبر مشكل اللي راه موجود حاليا ماهوش موجود عند نهضة بركان. نهضة بركان إلا يوتيليزي أمويا، ولكن الكونفدرالية الإفريقية راهي في انزلاقات خطيرة مستقبلية إذا كان اليوم ما تأخذش بعين الاعتبار عوامل اللي الفيدرالية الدولية والكوميتي أولمبيك هو اللي سن قوانين اللي تقول باللي لا سياسة في الرياضة. اليوم إذا كان الكونفدرالية خلات أمور مثل هذه، معناتها راهي تقول للناس أن لي تريبيون راح يكونوا دي مدرجات سياسية وما راحينش يكونوا مدرجات رياضية. ولذا نقول على الكونفدرالية الإفريقية أن تأخذ قرار صائب من أجل ابتعاد السياسة من الرياضة. السؤال الذي يطرح هو تحيز بعض الوسائل الإعلامية على شكية بعض البلاطوهات المصرية والبلاطوهات التونسية التي تضامنت وانحازت مباشرة مع فوز الإقجع والجامعة الملكية المغربية. هل هذا التحيز الفاضح لهذه الوسائل الإعلامية التي كان من المفترض أن تكون نزيهة ومحترفة وموضوعية في طرحها طبعا للموضوع، كفانا نفاقا وكفانا أخوة أشقاء عروبة دم واحد يجمعنا؟ ليبقى الجزائري أقولها ما بين قوسين ربما الوحيد الذي يعترف طبعا بهذه المصطلحات التي أكل عليها الظهر وشرب لهذه الوسائل الإعلامية. بكل صراحة سيد عبد الرؤوف برناوي، احنا باش نعرفوا بلي احنا كجزائريين لابد ان نتحد فيما بيننا، سواء كجمهور سواء كإعلاميين سواء كأسرة رياضية، باللغة العامية واحد ما يحبنا باللغة العامية، ليس لأننا منبوذين، ليس لأننا أهل عداوة، ليس لأننا ربما لا نعترف أو ربما لا نحسن الجوار ولا نكرم الضيف، لا، بل هي غيرة. لأن الجزائر يملك النيف ويملك العزة ويملك الشرف. بكل صراحة شاهدنا بلاطوهات أكيد تحيز فاضح، وحنا نشوف البلاطوهات الإخوة والأوروبا ولا لا لا ليدنا الجزائر خط أحمر. كلامك يتلد الصدر، وأنا حنضيف لك حاجة بك لهذه البلاطوهات. نقول لك لأنه كان عندكم موقف لما بارك الله فيك الوحدات السعودي خرج من الملعب لانه كانت المنافس اللي هو نادي ايراني كانت عنده رسومات في القرار، بارك الله فيك، اللي كانت معتبره اللي هي سياسيه. واش كانت يعني رد الفعل تاع هاد البلاطوات؟ كان تحيز مباشره. كهذا الكيل بميكيالين ما يخدمش القضيه. حنا بالنسبه انا كلامي نوجهه مباشره لموتسيبي، نقول لك موتسيبي لولا أنني نقول لك وقفة مونديلا اللي تعلم وقال في مذكرات تاعو الرجولة هنا في الجزائر واللي أسس حركة الاي ان سي اللي هي حررت الشعب الجنوبي الإفريقي، أنت أكيد ما كنتش تلحق لهذا المستوى، كنت تعاني من الأبارتايد، نعرف الأبارتايد هو التمييز العرقي، ما كانش عندك حقوق. نفس الشيء نفس كما قلت لك الوقفة للشعب الجزائري الحر، أنه رانا ندافع على القضايا الحرة، القضية الفلسطينية. أننا ندفع الثمن لمواقفنا الثابتة أكيد تجاه قضايا عادلة، وكان من المفروض عدم خلط السياسة بالرياضة وخلطها طبعا بكرة القدم. هل ندفع ثمن لوبي صهيوني يسير دميات عربية للأسف أقول؟ أنا شوف أنا نضيف لك يستعمل طبعا لهذه الأغراض المخزية أقول ماشي رانا ندفع الثمن، احنا ماناش ندفع الثمن، احنا رانا كما أقول لك نواجه الجزائر يتواجه ورانا هو بقوة من رياضيا لا بقوة. نقول لك وش هي؟ انه الحمد لله الجزائر لا طبعت ولا هرولت ولا طبعت، لانه هذا الشيء انت كما تفضلت وقلت
حنا الجزائر صحاب النيف اللي هي كما قلت لها شيخ العنقا الله يرحمه من باتها الشرطة معكاس، اللي هي أنه حنا الجزائر هاد الحكمة وهاد الجزائر اللي هي القيم وهاد الجزائر المبادئ، العالم هو اللي يحتاج الجزائر والرياضة هي اللي تحتاج الجزائر وليس العكس. محمد ميهوبي بكل صراحة، إطلالة فوزي لقجع مؤخرا في أحد القنوات المصرية، هل هي لإعادة إعطاء البريق وتلميع صورته بأنه نزيه وبأنه لم ينحاز للمنتخب المغربي الذي لم يفز بكأس إفريقيا منذ 96، ونهضة بركان أيضا لم يتوج بأي لقب قاري، ونمدح ونجعل منه بالفعل الشخصية الفائلة، حتى اللوبي الإعلامي هو أيضا أطهر هنا، أقول للبعض وليس الكل كل صراحة. شكون هذه اللوبيات وشكون اللي وراءهم؟ كتقول مصر ولا كتقول بلدان أخرى؟ حتى بلاطوها التونسية، ولا كتقول إثيوبيا، حتى بلاطوها التونسية، بعض بلاطوها التونسية باش تحطوا الأمور في نصابها، ولا كتقول تونسية، ولا كتقول شكون وراءهم؟ شكون اللي حاكم الإعلام على مين؟ هو اللوبي صهيوني. شكون اللي حاكم المال؟ هو اللوبي صهيوني. أكيد. شكون اللي حاكمين السبونسور؟ هو اللوبي صهيوني. الناس وراءهم هذه الأشياء. نادي بركان اليوم استعمل وسيلة باش يتأهل. أهل. ربما تأهل. 90% راهم متأهل. باش ما نقولوش 99%. صحيت. اليوم رانا فاهمين علاش إفريقيا بقوتها بكبرها بتراوتها قاعدة مستعمرة، والعالم استعمار خرج دينيا، التسيير نفسيا، التسيير الاستعمار ما زال قاعد في إفريقيا. أنا نعملهم بالتي كما هما يعملوني. اليوم اقتل كانوا كم لحسن. اليوم هاد الناس ربي يغفر له شحال نهضر ونتحمل مسؤوليتي. هاد الناس الافارقه اللي راهم يجوا في الكاف وفي اشياء. يستنى تاكسي ما نديرلو شوفور. نستقبلو معنا استقبال. ما نستقبلوش، نستقبلو نرجعو الصغير على خاطر هو تحطو في الحجم تاعو. هما حاسبين كبرناهم بزاف. كبرناهم كل واحد نعطو له الحجم تاعو. اليوم نديرلو. كان بروتوكول بصح بروتوكول عادي. خلوا نادي البرنوس وعطاطيلو في الكادوات وكيما قالك شوفور ولاسكورت وحتيلو يشعر بانه شو جا البلد. شو البلد هذا ما عندنا تراديسيون، باك عندنا القيم وعندنا التاريخ، عندنا تاريخ قيم مع الناس في افريقيا مليون ونص مليون شهيد، مدينا ضريبه على الاستقلال تاعنا جبناه بالدم، جبناه بالقوه، ما جبناش هكذاك، لم يصدق علينا. اخ كمال، القيم الانسان اللي يقيمك تقيمه، الانسان اللي يحقرك ما تقيموش. مراد وردي، لا والله لازم نعطوا الدروس ونكملوا في الدروس تاعنا، رانا نعطوا لهم الدروس من اجل السلم والسلام في اي بلد راهو مستعمر. احنا مع تحرير الشعوب، تحرير الشعوب، اقول تحرير الشعوب، ولذا اقول لو كان باش نعطي له البرنوس نعطي له البرنوس، لازم نربيه. اليوم ما لازمش نكونوا نيجاتيف كيما هما، نون دوايتر بوزيتيف، رانا بوزيتيف دون دي تروك، يفوك نكملوا نكونوا بوزيتيف. سي كوا ان برنوس ولا سي كوا مرات زدنا والله زدنا في امور. لا 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 لا، شوف انا نقول لك حاجه، انا جو سوي، شوف انا باش نيجاتيف، ها هو المشكل تاعنا، النيجاتيف يجر البوزيتيف، لا لازم حنا البوزيتيف هو اللي يجر. يدير لك والو، ما جا والو مراد مراد، ما تغير والو بعد البوزيتيف تاعك. والله ما تغير يا مراد. انا نقول لك حاجه، والله ما تغير يا مراد. راي السياسه يديرها ينتهجها الكثيرون، وانا اخاف من الشعوب سواء الافريقيه ولا العربيه اللي الله غالب راهي مغلوبه على 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 روحها. ولكن نقول لك حاجه، الوقت راح ينصف، نحبوا ولا نكرهوا، لو بيان يل فيان با تو سويت، لو مال اون بو لو فير، دوك نريب يما هادي دوك نحيها، ولكن اللي نبقاو، لان شوف كيلكو سوا اكس، الا كان ضميرنا راهو مرتاح، نكملوا بضميرنا ما نخسروا في هذا الوقت. هذه هي واحد اللي ما يحبكش تدار معاه تدار معاه تدار معاه حتى تعييه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأدوه هكذا، كان جارو يأديه حشاك ويرمي له ويروح من بعد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذيك معاملة، جارو لخشوك معاملة. لا لا لا، شوف انا نقول لك حاجة، شوف اصاح اوني فور حنا، وعلى بالهم بلي اوني فور، دوك حبيت تخرجني من اوني تريكو. هذيك معاملة، اوني تريفو، اوني فرق. شوف دي شوز كوم سا سي ميسكان، فرق ما بين المعاملة الحسنة اللي ما يقدرلكش، شو اللي ما يقدرلكش يعايرك، اسمح لي اللي ما يقدرلكش ويعايرلك هو مخبي. مراد نعاودوا للموضوع تاعك، معلش مراد باختصار من فضلك. اسمع، كاين بعض البلدان الافارقة وكاين بعض المسيرين الافارقة، كاين بعض اسمع مسيرين افارقة تعاملوا
تعملوا كيما عايش في افريقيا ومنشر. هي شوفي سوزا ترزير سوزا ترزير اليوم شوف سوزا ترزير خلينا نسمعوا مع الوزير معليش مرات جنوب افريقيا شوف جنوب افريقيا عطانا المثل بنيلسون مونديلا باختصار باختصار وحنا نيلسون مونديلا معليش هذا قوة هذا موتسيبي لا يمثل جنوب افريقيا. ونحن نعرف قيمة الرجال طبعا في هذا البلد خصوصا الافارقة الاحرار صح. احنا شوف وفي كل انحاء العالم.